وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر رد الله اكبر يا موطني عشت فخر المسلمين انتم رائعون حقا. هيا صفقوا يا صغاري معي، انا سعيد جدا انني معكم اليوم. هل تحبون العم غالي؟ نعم. وانا احبكم كثيرا واشتاق اليكم. هيا سويا مع بعضنا البعض، ماذا نفعل؟ سوف نتحدث قليلا عن المملكة العربية السعودية، كيف توحدت؟ من يستمع معي؟ أنا. هيا هيا يا صغاري. أجل يا عم غالي، تنحى جانبا حتى أستطيع أن أستمتع مع صغاري الحلوين. هيا سويا يا صغاري. سوف يقف العم غالي يستمع إلى ماذا سنقول. سنتحدث عن كيف وحدت نجد والحجاز وولدت المملكة العربية السعودية. هيا يا صغاري. منذ 2005 أقر العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم 23 من سبتمبر من كل عام يوما وطنيا للمملكة العربية السعودية، ولكن للوصول إلى ذلك اليوم من عام 1932 قطعت الدولة السعودية مسيرة كبيرة في طريق التاريخ وعلى عدة مراحل. فقد أسس محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى وهي إمارة الدراعية عام 1744 بعد تحالفه مع محمد بن عبد الوهاب. قد نجح آل سعود في توحيد نجد بعد سنوات طويلة من الحروب المريرة. هذه نبذة قصيرة ومختصرة عما حدث. من يريد أن يشترك معي يا صغار في أسئلة اليوم؟ استمع إلى الأسئلة، سوف نعيد ونكرر أنشودة النشيد الوطني. هيا رفرفوا بالأعلام يا صغاري. هيا تشر لو سمحتي، تشر إيمان، أيوة تبعتي لينك عشان في ناس مش عارفة تدخل. تمام ولا يهمك. حاضر. المجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أفضل يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني مسلمين للعلم والوطن يا رعي المجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني يا صغاري.
هيا من يريد أن يشترك معي في مسابقة اليوم؟ أنا من يجيبني أولا؟ دانا ماجد؟ نعم يا صغيرة. نعم السلام الله عليك يا جميلة الجميلات. طيب من يخبرني ما هي عاصمة المملكة العربية السعودية؟ الرياض. ممتاز، من قال لي؟ رائعون. من يريد أن يأتي العم فالح معنا في هذه المسابقة؟ ها؟ هل نتركه بعيدا أن نأتي بالعم ماجد؟ فالح، ماذا تريد أن نسموه؟ فالح أم ماجد؟ ماجد، ولكنه يسمى العم فالح. محبوب محبوب. طيب هيا بنا يا صغاري، موبي، هيا بنا يا صغاري نجيب على بعض الأسئلة. طيب أنا العم صالح أريد أن أقرأ عليكم قصيدة اليوم الوطني للأطفال، استمعوا معي يا صغاري. هل تستمعون لقصيدة العم صالح؟ هيا بنا. قصيدة للشاعر فؤاد شاكر عن مجد الوطن. مجدي لمجدك ينتمي، وطني فديتك بالدم، وطني وذكرك سائغ كالشهد ينضج في فمي، وطني وقدرك شامخ كالشمس فوق الأنجم، أنت العرين لكل ليث من العرين والضيغم، سعدت بعهد مشرق ومحت تياجر مظلم، هذا هو البيت الحرام وتلك دار الأرقم، هذه معالمنا هي للمفاخر تنتمي، شرفت بدين محمد، صلوا على سيدنا محمد، هيا صلوا، شرفت بدين محمد وزهت بقدر المسلم. رائعون صغاري، هيا يا صغاري نجب مع المعلمة همة حتى القمة، هيا رددوا معي همة حتى القمة، همة حتى القمة، همة حتى القمة، همة حتى القمة. رائعون، هيا أجبيني يا معور، ما هي عاصمة المملكة العربية السعودية؟ الرياض. رائع، أحسنتم. جنى، كم عدد الملوك الذين حكموا المملكة؟ ها أجيبيني يا دانا، مازن، آدم، من يعرف كم عدد الملوك؟ حازم، محمد البسيوني، ثمانية. ها إجابة نهائية؟ لا لا، فكري قليلا، فكري قليلا. سبعة. أنتم من قال سبعة يا صغاري؟ أنا. أنتم رائعون، وأنا سعيد جدا أنني معكم اليوم. هل تحبون العم فالح؟ لا. لماذا؟ إنه يحبكم كثيرا. إذا عدد الملوك الذين حكموا المملكة، هيا سبعة يا دانا. سبعة.
أصدقوا لأنفسكم، هيا يا صغاري رائعون حقا. هيا نستمع إلى بقية الأسئلة. أخبريني يا دانا. أنا العم فالح وأحبكم كثيرا، ما هي المدينتان المقدستان في المملكة العربية السعودية؟ يأتي رائعا. تصفيق تصفيق لدانا. مكة المكرمة والمدينة المنورة. أحسنت يا دانا، أنت فتاة رائعة، أحسنت. حور، هيا أخبريني يا جميلتي، ما هي العملة التي يتعامل بها الناس في المملكة العربية السعودية؟ هيا ماذا يا صغيرتي؟ أريال. ممتاز حور، أحسنتي، رائعة. تصفيق لحور، بارك الله فيك يا جميلتي. هيا نستمع مرة أخرى للنشيد الوطني السعودي ونعود إليكم. هيا محمد العباسي، هيا يا بطل، هيا نستمع سويا. هيا رفرفوا بالأعلام يا صغاري، أروني يا أبطالي. أحسنت محمد العباسي، أنا أحبه. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر. رددي الله أكبر يا موطني، عشت فخر المسلمين، عاش البريد للعلم والوطن. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر. رددي الله أكبر يا موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. رائعون، همة حتى القمة، همة حتى القمة. من يخبرني بأبطال شجعان؟ ما لون العلم السعودي؟ أخضر. رائعون، وماذا كتب علي؟ لا إله إلا الله. رائعون، رائعون، أنتم أبطال الشجعان وفراشات الجميلات، ما شاء الله، ما هذا الجمال يا محمد عبد المقصود، جنى، عازم، محمد العباسي، ما شاء الله، دانا، رائعة، ما شاء الله، جنى، حور، مازن، أنا سعيدة جدا برؤيتكم اليوم. هل تريدون العمة غالي معنا دائما؟ لا. لماذا؟ أنا أحبكم. أريد. يا صغاري، أنا أحبكم. أنا أريد أحب العمة. العم غالي، يحبكم كثيرا ويريد العم غالي جميلة.
انظروا إلي، أنا أرتدي قبعة خضراء لليوم الوطني السعودي. أنا سعيد جدا برؤيتكم. مرحبا دانا، حور، مازن، هيا رفرفوا بالأعلام عالية. هيا مرة أخرى نشغل النشيد الوطني، ولكن أريد حماسة. هيا تحمسوا معي، هيا يا صغاري، هيا رفرفوا بالأعلام. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخارق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. المجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. أنتم صغاري. محمد العباسي، أخبرني يا بطل، ما هي عاصمة المملكة العربية السعودية؟ ماذا يا ترى؟ أرني هذه الأشياء الجميلة التي معك. ما هذا الجمال يا محمد العباسي؟ رائع. أخبرني يا بطل، ما هي عاصمة المملكة العربية السعودية؟ من يعرف منكم يا صغاري؟ الرياض. الرياض، رائعون. حازم البطل. طيب من يتذكر كم عدد الملوك الذين حكموا المملكة؟ سبعة. رائع. آدم البطل، بطل الأبطال آدم. أخبرني يا آدم، ما هي المدينتان المقدستان في المملكة العربية السعودية؟ يأتي إليها الناس من كل مكان حتى يزوروها. أحسن. مكة. وماذا أيضا؟ مكة. والمدينة؟ مكة. أحسنت يا آدم، مكة المكرمة والمدينة المنورة، رائع. محمد عبد المقصود، ما هي عملة المملكة العربية السعودية؟ عندما تنزل لشراء شيء، ما هي العملة التي أحسنت، ريال، رائع. رائع يا بطل الأبطال. صغاري اشتقت إليكم كثيرا، كيف حالكم؟ بخير دائما يا رب في أفضل الأحوال. أنا أريد صور جميلة منكم، أرسلوها إلي. اتفقنا يا دانا؟ حور، أنا في انتظار صوركم الجميلة. يلا أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء يا صغاري. إلى اللقاء. أنا في انتظار الصور والفيديوهات الجميلة. إلى اللقاء.